حسام فدي سنتحدث، يعني هو على الأكتاف، بدك تخليه ولا تنزله؟ طيب نساعدك. هلا الحمد لله على السلامة. طيب أنت تشاهد الآن في الصورة حسام أن الطاقم الطبي يقوم عمليا بالتأكد من أن صحته. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. عرفنا بحالك وقديش عمرك. إبراهيم زماعري، 18 سنة. كم أمضيت؟ 13 شهر. كيف كانت الأوضاع داخل السجون؟ الأوضاع كانت صعبة، بس أنت من وين؟ من الخليل. رغم الظروف كانت معنوياتنا عالية وحماس روحتنا خاوة، وإن شاء الله كل الأسرى عن قريب راح يكونوا برا. ولكنكم هددتم طبعا، يتحدث عن تهديد، هددوك. قد ما يهددوا معنوياتنا عالية بإذن الله منتصرين الحمد لله رب العالمين. طيب رسالة الأسرى من داخل السجون، كيف الأوضاع آخر أيام كانت خاصة في الحرب؟ الأوضاع صعبة، صعبة كثير، بس رغم كل هالإشي اللي بصير الأسرى معنوياتهم عالية بإذن الله منتصرين. بشكر المقاومة تاعت حماس بإذن. طبعا يتم الحديث معنا ويعني أحد أقاربه يقوم بجعله يرتدي هذا الحذاء. طيب تفضل. بقول لك الأسرى معنوياتهم عالية وحماس روحتنا خاوة بإذن الله منتصرين عن قريب. شكرا.